يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوة الكرام تفضل. باب كيف نصيحة، وصلنا إلى باب كيف نصيحة الرعية. هذا الباب يعني هو أخذ باب، وهو الباب الذي بعده والباب الذي يليه، كل هذه الأبواب نقرأ أبوابها حتى ننتهي جمل، وهو أطال النفس كما قلنا في هذا الباب، لأن الدنيا تستقيم باستقامة وبصلاح ولاة الأمور، لذلك أطال النفس فيها. صراحة هذه المسألة علامة ميزة وفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة كما سنبين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. أمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كيف نصيحة الرعية للولاة. يعني سأذكر لك الأحاديث والآثار وما ثبت من الأخبار على أن من الواجب أو من الواجبات النصيحة لولاة الأمور، وهذه النصيحة ليست مطلقة بل هي مقيدة، وأيضا لها وصف دقيق لابد الإنسان أن يأتي به حتى يكون قد نصح لله ونصح لرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. نعم. قال عياض بن غن لهشام بن حكيم رضي الله عنهما: ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية. نعم. ولكن يأخذ بيده فيخلو. ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وقال عياض بن غن رضي الله عنه لهشام بن حكيم رضي الله عنه: أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل ذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه له. باب سؤال الرعية عما يجب لواليها. عن مقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكون رجل على قوم إلا جاء يوم القيامة يقدمهم وهم يتبعونه، يسأل عنهم ويسألون عنه. باب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر عندما يرى المرء من المأمور التي يفعلها من الأمور التي يفعلها الولاة. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصبر ضياء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر. وعن أنس قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ثم قال: أما بعد، إنكم سترون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت يا أبا ذر إذا كنت في قوم يستأثرون عليك بالفيء؟ قال: قلت: والذي بعثك بالحق، إذا آخذ سيفي فأجالدهم حتى ألحق بك. قال: أولا أدلك على خير من ذلك، فاصبر حتى تلقاني. الله. باب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الخارج على أمته. عن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرق بين أمتي وهم جميع فاضربوا رأسه كائنا من كان. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج على أمتي وهم جميع فاقتلوه كائنا من كان. وعن عرفجة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة في قريش. عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كنا نجالس عمر بن العاص نذاكره الفقه، فقال رجل من بكر: لتنتهين قريش أو ليجعلن الله هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب. فقال عمرو بن العاص: كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
الخلافة في قريش إلى قيام الساعة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. جزاكم الله خير. إذن فالمصنف ما زال كما قلنا أطال النفس جدا في هذا الباب. وإن سألت لما أطال النفس في الكلام على الولاة وعلى الرعية، قلنا لأن الدنيا بأسرها لا تستقيم إلا باستقامة الرعية مع الولاة، ونصرة الدين واستقامة الآخرة لا تكون أيضا إلا باستقامة الولاة مع الرعية. ولذلك قد أسس الله لنا أساسا وأصلا أصيلا نعمل به في كتاب ربنا جل في علاه، وعلى لسان نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جرير بن عبد الله البجري في صحيح مسلم: قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. وأيضا قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة ليس على الإطلاق، بل جاءت مقيدات قيدته، إذ لو أمر ولي الأمر بمعصية الله أو بمعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ثبت في الكتاب أو في السنة أنه معصية لله ولرسول، فلا سمع ولا طاعة ولا إفساد، لا سمع ولا طاعة ولا ننزع عنا يدا من طاعة حتى لا نفسد في الأرض. لكن الأمر الذي أمر به ولي الأمر وخالف فيه كتاب الله أو خالف فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا سمع ولا طاعة فيه، ومع ذلك لا ينزع عنا أحد يدا من طاعة حتى لا يفسد، أنه إذا أراد أن ينكر منكرا فيأتي بما هو أنكر منه، فقد وقع في المصيبة الكبرى والكبيرة العظمى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة. وعلى المرء كما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة. وهذا جاء من حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، وأيضا في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما أصول حصر، فحصر الطاعة في المعروف، والمعروف لا يكون إلا من الكتاب أو من السنة، فالمعروف هو ما أمر به الله جل في علاه، والمعروف هو ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المنكر ما لم يأمر به الله جل في علاه أو يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الطاعة التي أمر بها الله وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بين الرعاة وبين الولاة وبين الرعية. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي سردت عليكم أعطانا الكلام والإشارة على أمور ثلاث في التعامل مع الولاة. الأمر الأول المناصحة من الرعية إلى الولاة، والعكس صحيح أيضا، الولاة لابد أن ينصحوا للرعية. الأمر الثاني الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التي يعني قد سردها علينا الأخ الكريم هو كيفية التعامل والمناصحة. هذا الباب يعني الباب الأول والباب الثاني متلازمان، الباب الثالث معهم أيضا، لكن الباب الثاني يتلازم مع الباب الأول. من اللزوم إذا قلنا الأصل الأصيل في معاملة الرعية مع الولاة النصيحة، فمن أبواب النصيحة هو الصبر على ما يحدث من ولاة الأمور. هذا من أجل أبواب النصيحة، لأن المرء إن لم يصبر على ظلم أو جور أو فسق ظهر من بعض الولاة فإنه سيفسد في الأرض، سيفسد في الأرض، وإن كان يحسب أنه يريد أن يحسن صنعه لكنه سيفسد أكثر مما يصلح. لذلك أتبع النبي صلى الله عليه وسلم من المناصحة كأنه يقول: ومن المناصحة، بل أصل المناصحة، بل الركن الركين والأصل الأصيل وأص النصيحة وأساسها هو الصبر على ما يعن ويظهر من ولاة الأمور. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا قدرا كونا سيقع من ولاة الأمور، أنهم ليسوا بملائكة، بشر، ممكن يقع بعض الأخطاء أو بعض الجور أو بعض الظلم من بعض ولاة الأمور، فكأنهم يقولون: وماذا نفعل يا رسول الله؟ انظر إلى أبي الدرداء، إلى أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا نجاردهم بالسيف. قال: أولا أدلك على خير من ذلك؟ ليست هنا الخيرية خيرية استحباب أو بيان الأولى دون الفاضل والمفضول، لا، هذه خيرية الوجوب. لأن سيدنا قال: أدلك على خير من ذلك، إذا ما تفعله أنت ليس بخير. هذا الذي يفهم عند علمائنا باتفاق فهم السلف أو جميل السلف يقولون بذلك، على أن ما قلت أنت ليس بخير، بل الخير سأدلك عليه هو أن تصبر على ما ترد. لأنه قال: أجاردهم بسيف. قال: أولا أدلك على خير من ذلك؟ بعض الذين فهموه ففهموا هذا الحديث فهم مغلوطة، قالوا: حتى ولو ذلك لا ننكر على من خرج بالسيف،
لأن الإنسان لم يقل أن هذا من المنكر بمكان، قال له هل أدلك على خير من ذلك؟ يبقى إذن في اشتراك في الخيرية، وهذا فهم مغلوط. الفهم الصحيح كأنه يقول وهذا ليس بخير، والخير على ما أقوله لك أن تصبر على ذلك. ومن أين أتينا بهذا؟ لما أضيع أنا الآن دلالة الاشتراك؟ لأن الأدلة الأخرى، لأن دائما نقول حديث النبي يفسره الهوى والوجد والذوق، كما قال لبان بالذوق وبالعقل المغترب ممكن. لا والله، كيف تفسر حديث النبي يا لبان؟ ممتاز. والأحاديث كيف تعرفها؟ عن طريق خطب، أيضا هتخطب وتصحف. أنت وأنت جبريل بأنزل عليك، أنت قريب من مسيلمة، مكان قريب، مكان يعني أنت جبريل بيأتيك، تعرفها من وين؟ من مجالس العلم. لا أن تجلس في بيتك تمد رجليك وتحسب أنك ستحصنها. التخبطات العقبية التي في رأسك هذه دلالة على أنك أصلا لم تستمر. إن كان الاستمرار في الدروس كانت استقامة في العقول. المهم ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له رجل ارايت امراء يفعلون يفعلون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك. وايضا لما قال نرى، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول امراء تعرفون وتنكرون، فنصحهم قال الصبر، الصبر على ما ترون من ائمتكم كما سياتي باذن الله. فالمساله هنا تفسيرها هو ان الخير كل الخير فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وان ما قاله ابو ذر رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم قد حاد به عن ما تبنى وقال اجاردهم بالسيف، فقال كان الخير كل الخير على ما اقوله لك وامرك به الصبر على ما يفعلون. فالغرض المقصود تلازم البابين واضح جدا، هو أن النصح من باب النصح، من أبواب النصح، من أصح أبواب النصح لولاة الأمور الصبر على ما بدر من ولاة الأمور، فخيرهم أكثر من شرهم، والشر يغمر في باب الخير. نسأل الله أن تكون هذه يعني سيرة كل ولاة الأمور، يكون الخير أفضل من الشر. وإلا من ذا الذي له الحسنة فقط؟ من ذا الذي لم يزل؟ قد قال الإسلام كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الغرض المقصود ابتدأ الإسلام بالمناصحة لولاة الأمور. فالنصح لولاة الأمور من الواجبات، من العبادات الواجبات. لا يحتمل أحد أنه خال عن السؤال عند ربه جل في علاه، أن الله بين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يتزول قدمه إلا وهو مسؤول أمام ربه. فالرعاة يسألون عما قدموا لولاة الأمور، كيف تعاونوا معهم على البر والتقوى، كيف نصروا ولاة الأمور، كيف نصروا دين الله جل وعلا بولاة الأمور. فالمناصحة واجب من الواجبات لا يتخلى عنها أحد، فهو آثم عاص من لم ينصح لولاة الأمور، قد تخاذل عن نصرة الدين بعدم النصح لولاة الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل في علاه عموما وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأعظم أبواب البر البر مع ولاة الأمور، فبصلاح ولي الأمر تنصلح الأمة بأسرها، وبنصرة ولي الأمر ينتصر دين الله جل في علاه. فلا تخاذل من المرء أن يناصح ولاة الأمور عموما وتعاونوا على البر والتقوى. لذلك العلماء قالوا هذا العموم ينزل تحته الطاعة لهم في طاعة الله جل في علاه، وتأليف الناس عليهم لا تأليب الناس عليهم، وأيضا نشر خيرهم بين الناس لا نشر شرهم بين الناس. هذه سنة وهذا فعل السلف، وهذا فعل أعلم الناس بكلام رسول الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فنحن نعبد الله، ندين الله جل وعلا بما يدين به السلف الصالح على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعاونوا على البر والتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا الصحابة بالنصح لولاة الأمور، قال عبادة للصامت كما في الصحيحين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشأة والمكره، ثم قال ومناصحة ولاة الأمور، أو قال والنصح لولاة الأمور. قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري عموما الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وتقديم الأهم على المهم واجب. لما قدم الله الذكر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لما قدم ذكر ولاة الأمور على الرعية، قلنا يبقى النصح لولاة الأمور أولى ومقدم على النصح للرعية. ولما؟ لأن أيضا نفع الرعية لذاتهم، لخاصة أنفسهم، أما النفع وصلاح
الولي يكون نفع متعدي وتكون الصلاح يتعدى إلى الرعية. فقال صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة لأئمة المسلمين وعمتهم. وأيضا عموما في حديث جرير بن عبد الله قال: والنصح لكل مسلم، وأولى المسلمين بالنصح هو ولي الأمر. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وذكر يعني لا يحمل الغل ولا الحقد ولا الغش ولا الدغل، بل يحمل النصرة والحب والتآلف والمودة. منها الثلاثة التي تنقي القلوب من هذه الأدواء، منها المناصحة لولاة الأمور. قال: ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هو توحيد الله جل في علاه، اقسم بالله جل في علاه، اخلاص الدين لله جل في علاه، وايضا لزوم جماعة المسلمين. والثالثة هو المناصحة لولاة الأمور. ايضا عن في الموطأ عن ابي هريرة وعن غيره انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كره لكم او قال ثلاث امر النبي صلى الله عليه وسلم بهن، وكره لكم ثلاث، او رضي لكم ثلاث وكره ثلاث. فذكر من الثلاث التي رضيها الله جل في علاه، قال: ومناصحة ولاة الامور. فهي من الواجبات التي لا بد للمرء ان يستعملها تعبدا لله جل في علاه. وكم من امير قد نصح لولي فكان الخير كل الخير في هذه النصيحة. ارأيتم مالك كيف نصح هارون الرشيد رضي الله عنه وارضاه لما اراد ان يهدم الكعبة ويبنيها على قوائم ابراهيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كما في الصحيح: لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قوائم ابراهيم، ولا جعلت لها بابا منه يدخل الناس وبابا يخرج ومنه يخرجون. هارون الرشيد اراد ان يفعل ذلك، طبعا الذي فعل ذلك هو ابن الزبير، هدم الكعبة وبناء على القوائم. ثم جاء عبد الملك بن مروان بعدما فعل الحجاج عليه من الله ما يستحق، فمال برأس عبد الملك فهدمها فبناها على ما كانت عليه. فهارون الرشيد أراد أن يعني يستحدث هذا البناء فيهدم الكعبة ويبنيها على ما كانت عليه. فقال له الإمام مالك: مع أن هذا حق، لكن الإمام مالك خشي من المفسدة الأعظم. فقال له: يا أمير المؤمنين، بالله عليك لا تفعل، لا تجعل بيت الله الذي هؤلاء لعبة في يد الأمراء. رجل يبني ويهدم ورجل يهدم ويبني، فلا يبقى عظمة أو تعظيما أو إجلالا لهذا البيت. انظر إلى نصيحة مالك كيف تنفع المسلمين الآن. كلما تدخل الكعبة تنظر إليها بهذه المهابة وهذه العظمة وتقول: اللهم زدها تعظيما ومهابة وتبجيلا، وعظم من يعظمها. فتحمد الله الذي ولا على نصيحة من عالم من العلماء قد نصح ولاة الأمور. النووي نصح بيبرس، بيبرس كان يأخذ المكوس عن الناس من أجل قتال التتار، فيها مصلحة. لكن بيبرس لما طلب منه أن يوقع على هذه الورقة التي وقع عليها الفقهاء بجمع الضرائب، قال: لا والله لا أوقع حتى تبيع عبيدك وأن تخرج ما في خزانتك، ثم بعد ذلك وقع على جلب الضرائب من الناس. فأمر بنفي فقال: سمعا وطاعة، فنفاه. ثم قام الناس على بيبرس وقالوا: تعرف من هذا؟ هذا النووي. والنووي كان بركة، يعني كان ليس سيدا من سادات المسلمين في الفقه وفي الحديث، لا، ده كان رجلا زاهدا ورعا تقيا نقيا، وكان حصورا ليس له في النساء، فكان متعبدا خاليا من كل شيء إلا عبادة الله جل في علاه. فلما عرف قتل الرجل بعث إليه، قال: لا والله، فلم يسمع أن يأتي حتى مات بيبرس. المقصود أنه لما أمره بذلك أمره نصيحة ففعل ما فعل، فكان النص واندحر جيش التتار. فالنصيحة من العلماء لولاة الأمور فيها ما فيها من الخير. محمد بن الحسن لما نصح هارون الرشيد على عدم قتل الشافعي، وهذه كانت أم المصائب التي ستحدث على هذه الأمة، علم الشافعي يعني ينتهي، والشافعي قد ملأ الدنيا علما لما حملوه. طبعا أهل العراق، ليس أهل العراق، يعني أهل العراق مش كل أهل العراق الذين فعلوا به هكذا. من الذي فعل به هكذا؟ وين هو؟ أين صهرك؟ وين راح؟ رحل؟ اختبأ؟ مسلم عليه الآن يصلي؟ ما أراه؟ أو نعم، أنتم الذين فعلتم ذلك به. ها نعم، ما تذكر الحكمة منها والفقه يماني، لكن كنتم تقتلون الشافعي، اتهموه بالتشيع صحيح، وسلسلوه وذهبوا به إلى هارون الرشيد، كاد يقتله. انتهى الأمر، دخل الشافعي على القتل، على المقتلة، لولا أنه قال: سمعت جدك يتكلم يتلطف إليه، عن ابن عباس، ودخل محمد بن الحسن فشفع فيه ونصح له، قال: إياك، هذا رجل قد مرع علما.
فلما سمع يعني كانت نصيحة محمد بن الحسن لهارون أو أبو يوسف على ما يعني يتذبذب الأمر في ذهني وقف فسمع للشافعي فلما سمع للشافعي أعجبه ففك قيوده وأعطاه 1000 دينار أو فوق 1000 دينار ما خرج من باب القصر إلا وقد أنفقها على جميع الذين يعملون في القصر. لكن الغرض المقصود كانت الفائدة الكبرى من نصيحة هذا الولي أو هذا العالم للولاة أنه أنقذ الشافعي عالم الدنيا الذي ملأ الدنيا علما وقد أصل للناس الأصول. فما من عالم إلا ويعطف من الولاة ويكون نصيحة للولاة إلا وتجد الخير كل الخير في الدنيا. ما من صنفين اجتمع على خير وفي خير إلا واستوت الدنيا واستوى أمر الآخرة كما قال بعض السلف. يعني من حفظ للولاة حقهم فحفظ له دينه، ومن حفظ للعلماء حقهم وقدره حفظت له آخرته، ومن أفسد هذه أفسد الدنيا ومن أفسد هذه أفسد الآخرة. فصنفان إذا اجتمع على خير وفي خير ما رأيت إلا كل الخير. لذلك الإمام أحمد ورد عنه بسند صحيح وعن المجاهد وعن غير من السلف علماء الأمة قالوا في قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قالوا أولي الأمر العلماء والأمراء، فإن اجتمع على خير وتعاضد عليه كانت استقامة الدنيا وأيضا نصرة هذا الدين. الغرض المقصود النصح لولاة المسلمين قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والنصح أيضا ليس على الإطلاق، النصح لابد له من أدب ورفق ولطف ولين. الله جل وعلا أمر موسى وأمر هارون وهم أفضل خلق الله في زمانهم وحينهم، فقد أمرهم الله جل في علاه مع أنه أرسلهم إلى أطغى أهل الأرض طاغية أرعد هذا الرعديد الذي قد تربع على عرش مصر ثم نازع الله في ربوبيته وقال أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك قال له الله جل في علاه اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عموما ما كان الرزق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. فالنصح لولاة الأمور لابد له من لطف وأدب ولين ورزق علها تلين القلوب. قال الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أيضا من النصح لولاة الأمور لا يكون إلا سرا، لا يكون علانية، فإن النصح علانية فيها ما فيها من تغيير النفوس وفيها ما فيها من عدم قبول النصح وفيها ما فيها أيضا من الإفساد وتجرؤ الرعاع على الأكابر فتكون المفسدة العظمى التي يخشاها الشرع. لذلك من مقاصد الشريعة ألا ينصح المرء ولاة الأمور إلا في السر. والأحاديث التي سردت عليكم ظاهرة جدا. عياض بن غنم قال من أراد أن ينصح لولي أمره فلا يبديها له علانية ولا ناهية، يعني يحرم عليه أن يبديها له علانية، فلا يبديها له علانية بل يأخذ بيده ويخلو به ثم ينصح له، فإن قبل فذاك الذي نريده، فإن لم يقبل فالناصح قد برئت ساحته، والذي لم يقبل النصح قد قامت عليه الحجة وهو في النهاية مسؤول أمام رب العالمين جل في علاه. أما وهذه السنة، لذلك علمنا إياها أسامة رضي الله عنه لما عاودوه أكثر من مرة ألا تنصح لعثمان في بعض اجتهادات اجتهد فيها عثمان أخذوها عليه وهي اجتهاد مجرد اجتهاد يسوق فيه المرأة ويخطئ والحق مع عثمان أيضا. فقال يعني كلما كلمت عثمان أبديت ذلك لكم؟ لا والله هذا كان بيني وبينه ولا أكون أول من فتح بابا، يعني باب فتنة وباب فساد في النصح علانية مما يحذر منه الفساد المستشري بين الناس والشر المستطير. الغرض المقصود النصح لا يكون إلا سرا، لا يكون علانية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان علانية قد ورد عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك ونصحوا ولاة الأمور علانية فهذه آحاد الأفعال، هذه وقائع أحوال لا تعمم، وقائع أحوال لا تعمم. قالوا كيف وقائع أحوال لا تعمم؟ قلنا أولا هذه ليست من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما ظهر لما قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال أطيعون ما أطعت الله فيكم، ثم قام عثمان قال والله لو أعوججت لعدلناك بسيوفنا، هم يحفظون هذا الكلام. ولما قال سلمان هذا الكلام ما أنكر عليه عمر ولا أنكر عليه إيش الصحابة. طب سلمان قال هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يبديها علانية وليأخذ بيده وليخلو به، بمن نقدم؟ بمن نأخذ؟ بالنبي أم بسلمان؟ أجيبه
بالنبي. قالوا لا، من إشكال هنا إجماع الصحابة، سكتوا على ذلك. قلنا ولو إجماع الصحابة يبقى يقيد، إجماع الصحابة لا يكون ناسخا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. والتقييد هنا أن سلمان له ما له من القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سلمان من أهل البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان الدين في السرايا لبلغه أناس من هؤلاء. مات حل سلمان، فسلمان معروف قدره أمام الصحابة، وعمر معروف قدره أمام الصحابة. فعمر يقبل من مثل سلمان، ويقبل من مثل أبي ذر، ويقبل من مثل أبي موسى. لما جاء أبو موسى يشتكي معاوية، ومعاوية كان أميره، كان معاوية أميرا على أبي موسى عندما تكلموا على سلسلة الفضة. تعرف سلسلة الفضة؟ أنت لتستيقظ، تعرف إيش سلسلة الفضة؟ ما تعرفها؟ ليش؟ السلسلة الطوق. يجوز لا لبس السلسلة أم لا؟ يعني النزاع كان في لبس السلسلة ولا في جرها؟ طب كانت المخاصمة بين من ومن؟ تفضل. ممتاز، الحمد لله، خلاص أنت مستيقظ. ها سؤال. السؤال أننا قلنا بأنه بين حدث المخاصمة بين رجل من أحد المسلمين وأميره، وهذه كانت علانية. أصل الموضوع أننا نقول النصح لولاة الأمور لا يكون إلا سرا، لكن يشوش علينا بعض الناس يقول أنتم تداهنون حدث من الصحابة ذلك، والصحابة كانوا يعني يعلنون بالإنكار، فلما تكتمون هذه الوقائع؟ قلنا لا، نحن منصفين، نحن لا نمر إلا بأدلة، ولا نعيش في دنيانا إلا بأدلة، حتى إذا قمنا بين يدي الله جل في علاه الجبار، جبار السماوات والأرض، فسألنا عن ذلك قلنا ما سرنا إلا على دليل، وتكون هذه حجة لنا أمام الله جل في علاه. فمعاوية هو الأمير، وأبو موسى الأشعري هو من الرعية. معاوية أمر بالسلسلة بالفضة، قال ما فيها شيء، وبسلسلة الفضة اللي احنا بنسأل عنها الآن. أبو موسى اشتد عليه، فاشتد هو على أبي موسى، وقام خطيبا قال أناس يتكلمون عن رسول الله، احنا اللي نعرف، كتبنا الوحي نعرف حديث المسلم. فراح أبو موسى انظر بقى إلى الحق، ذهب أبو موسى إلى عمر قال ما الذي بعث بك؟ قال كيت وكيت، وقال والله لا أساكنه في مكان. فقال له لا خير في أرض لست فيها، اذهب. وكتب إلى معاوية انزل على رأي فلان، شفت الأمير، انزل على رأيه، الحق معه. ها مش مهم، ممتاز. سلسلة فيها ذهب وفضة، فيها شيء من الذهب وفيها شيء من الفضة، مش كلها ذهب، باعها بذهب، يعني باع ذهب، ذهب بذهب ومعه ثلث آخر. وطبعا هذا اختل شرط من الشروط. سهل بقى الآن دكتور أيمن، ايش الشرط اللي اختل لنا؟ ممتاز، هو شرط التماثل اختل هنا. ذلك أبو موسى قال له هذا ما يجوز، حرام. من سلم يقول الذهب بالذهب، ربا إلا مثل بمثل، سواء يد بيد. وهو يقول قد قال أقوام وأقوام، احنا اللي سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اشتكى إلى عمر بن الخطاب قام عمر وبعد قال انزل على رأي فلان، انزل على رأيه، فالحق معه، لا خير في أرض لا تكون أنت فيها. فهذه كل الأحوال التي حدثت بين الرعية بين الناس، كلهم طبقة واحدة، كلهم طبقة واحدة، كلهم نزل فيهم التعديل من فوق سبع سماوات، ومع ذلك هم لما نصحوا ما أنزلوا الولي من قدره. وأيضا أكثر الذين يستمعون عقلاء فضلاء يعلمون أن هذا ليس انتهاكا لفضل وعظمة مكانة الولي، فلا تجرؤون على الولاة. لكن نحن في زمان يعلم الله بنا في هذا الزمان، وهو يقول ما يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. أنت الآن العوام هم لا يبقون شيئا، لو وجد واحد يفعل ذلك التصفير والتصفيق، وممكن يتبعون على ذلك، صحيح ولا لا؟ لديك على الخروج والثورات التي تحدث هذه بسبب الجهل. فالصحيح الراجح فأن نقول أن هذه وقائع أحوال لا تعمم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر جلي لنا، وهو الأصغر وهو الأحوط، وهو الذي يكون به المصلحة وفيه وبه درء المكتبة. مثلا النصح لا يكون سرا ولا يكون علانية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة فعل الصحابة رضوان الله عليهم، كما بينه أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، أحرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موطنا آخر من مواطن النصح لولاة الأمور، قال أولا محفزا الناس على الصبر، قال والصبر ضياء،
كأن الرجل يقول الصبر ضياء، هذه مجلبة لكل خير، ضياء ونور وبصيرة واستبصار. نعم الصبر ضياء. ثم قفز به لو صح التعبير إلى الصبر على ولاة الأمور، على ما يظهر من ولاة الأمور. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من المناصحة لولاة الأمور أن تصبر على ما ظهر من ولاة الأمور فيه مخالفة، بعض المخالفة بشر، هم بشر ليسوا ملائكة، ولا بد أن يحدث هذا. فقال الرسول ناصحا الأمة بأسرها بالصبر على ذلك، بالصبر فيه ما فيه من الخير، وفي الصبر فيه ما فيه من علو راية الله وراية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصبر فيه ما فيه من حقن الدماء، والصبر فيه ما فيه من حفظ الدعوة إلى الله جل في علاه. أما الخروج ففيه ما فيه من وأد الدعوة الإسلامية واتهام الإسلام واتهام المسلمين والتطرف وغير التطرف فيما يحدث من النتائج التي على الساحة، وكلنا القلوب تحترق وتئن من الثمار التي نجنيها بسبب هذه الرعونة التي تحدث من بعض الطوائف. الغرض المقصود يبين السلام بابا آخر من باب النصيحة لولاة الأمور هو الصبر على ما يظهر من ولاة الأمور. أصلا أن السلام كما قلنا حفز الهمم على مسألة الصبر. الصبر شق عظيم في هذا الدين، الدين شقان صبر وشكر، ونصف الدين كما قلنا هو الصبر، والصبر والنصر والنجاة والفلاح والسداد والتوفيق والمحبة ومجلبة كل خير ومدفعة كل شر هو الصبر. فالصبر كما قال الرسول الصبر ضياء، نور يتلألأ في عين المرء، ترى الصبر ضياء، ضياء حسيا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر على الطاعة، فضياء أينا ضياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، قال بشر المشائين في الظلم ولا يمشون في الظلم، يعني لصلاة العشاء أو صلاة الفجر، إلا الصابرون، قال بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فهذا نور تام يوم القيامة، ونور أيضا موجود في الدنيا لكنه ليس كنور يوم القيامة. فالصبر ضياء، ضياء حسي للإنسان. وأيضا انظر بصبر الصحابة رضي الله عليهم وأرضاهم، كانت الملائكة تنير لهم الطرق التي يمشون فيها بصبرهم على طاعة الله جل في علاه، وبصبرهم على اللأواء واحتمال الشدة والمشقة من أجل إعلاء كلمة الله جل في علاه. والضياء وأيضا الصبر ضياء، ضياء معنوي، ضياء باطني، وهو البصيرة، لأن بالصبر التقوى، ومن التقوى أن يأتيك الله جل وعلا بتمام البصيرة وكمال البصيرة تفرق بها بين الحق وبين الباطل، كما قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله ولن تصل للتقوى إلا على عصب. الصبر لا يمكن أن تصل لتقوى الله جل في علاه بأن تفعل بطاعة الله وتكف عن محارم الله جل في علاه بنور من الله جل في علاه ترجو ثواب الله إلا بصبر على هذا، صبر على الأوامر وصبر على المناهي وصبر على الأقدار، فتصل بذلك إلى التقوى فيأتيك الضياء المعنوي الضياء القلبي. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله بالصبر، لا تصل إلى ذلك إلا بذلك. قال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هذا الضياء الباطني يجعل لكم فرقانا البصيرة، يجعل لكم فرقانا يعني تفرقين به بين الحق وبين الباطل. الصبر ضياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصبر مجلبة لكل خير. أن أعطى الله جل في علاه الفلاح والسداد والنجاح في الدنيا قبل الآخرة بالصبر. قال الله جل وعلا آمرا للأمة بهذه المادة العظيمة التي هي عصب الدين، قال يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأناط الفلاح بالصبر الذي هو أصل الأمر وأسه وأساسه الأصيل. وأيضا قد جعل الله جل في علاه رد كيد المنافقين، رد كيد الظلمة، كيد الظلمة الفسقة الفجرة الكفرة أيضا بالصبر. قال الله جل وعلا إن تصبروا وتتقوا ها لا يضركم كيدهم شيئا، بالصبر بأصل الصبر، بأصل الصبر. وأيضا بالصبر تجلب محبة الله جل في علاه، وما أعظمها وما أروعها، لا يمكن أن يصل المرء إلى هذه المنزلة العظمى إلا بالصبر، لأنك إذا أحبك الله جل في علاه فقد فزت بكل شيء، أحبك الشجر والحجر والسماء والأرض والشمس والقمر والأنهار والحيتان في البحر، لأن الله جل وعلا إذا أحب عبدا ملأ قلوب الصالحين بحبه. قال الإنسان كما في الصحيحين إن الله إذا أحب فلان عبدا قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه بالأمر، فيحبه جبريل في التو والحال، ثم بعد ذلك جبريل ينادي في السماء ان الله يحب فلانا فيحبونه، ثم يكتب له القبول في الارض. والقبول في الارض ليس مطلقا، مقيد بالصالحين، لكن القبول في الارض عامة ما في الارض من شجر وحجر، اذا مررت بجانب الحجر والشجر لولا ان الله جل وعلا قد اخفى عنك ذلك لرأيت حب الشجر والشجر لك ان كنت محبوبا لله جل في علاه. وان اردت ان تعرف اين مقامك من الله جل في علاه فانظر اين اقامك، ان الله اذا احب عبدا نادى في السماء يا جبريل اني احبه
فلانا، والله جل وعلا قال والله يحب الصابرين. فالصبر مجلبة لمحبة الله جل في علاه، وهذا هو الأمر المنشود، الغاية المقصودة العظمى هو أن تصل لمحبة الله جل في علاه. إن أحبك الله جل في علاه كان سمعك، كان بصرك، كان يدك التي تبطش بها، وليس هذا حلول ولا اتحاد، نعوذ بالله من الخذلان، لا، يعني موفق مسدد من قبل ربك جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عاد لي وليا في الصحيح فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. في الرواية الأخرى تفسيرا قال فبي يسمع، ويده التي يبطش بها، فبي يبطش، هذه إلى آخر الحديث، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المسلم يكره الموت وأكره مساءته. انظر إلى عظمة ما تصل إليه بالصبر، قال الله جل في علاه والله يحب الصابرين. فإن سألت كيف أصل إلى محبة الله جل في علاه، قلنا أسوة وركن والركين هو الصبر على طاعة الله والصبر على المحرمات والصبر على أقدار الله جل في علاه كما تأتي. أيضا بالصبر تصل أخي الكريم إلى النصر، لا نصر إلا بالصبر، مادة النصر أصلها الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لابن عباس، قال يا غلام أعلمك كلمات، ثم ذكر واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر. وأيضا في بعض الآيات بيّن الله جل في علاه أنه مع الصابرين، قال الله جل وعلا واصبروا في سورة الأنفال، قال واصبروا إن الله مع الصابرين. وهذه المعية معية خاصة، ليست معية عامة كمعية الربوبية لجميع البشر، لا، هذه معية توفيق وتسديد ونصرة. إذن الصابر الله معه، ما بات عبد صابرا على مظلمة إلا والله ناصره وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، ما بات عبد صابرا على طاعة الله جل في علاه إلا قام عند الله جل في علاه مقام الشهداء، مقام المجاهدين، مقام الذين يتقربون إلى الله جل في علاه بما يستطيعون. والعبد إذا كان صابرا كان الله معه، ومن كان الله معه فمن عليه، قولوا لي بالله عليه، ومن كان صابرا كان الله معه، ومن كان الله معه فمن عليه. هذا دائما كنت أتحير على ما يقوله الشافعي ويقوله القاضي عياض ويقوله أيضا مالك في مسألة مرور الأمور دون التعني لها، لما قال الشافعي دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن الليل إلا خالي البال ما بين طرفة عين وأخرى يغير الله من حال إلى حال، كيف أدع الأمور تجري في أعنتها إلا أن يكون صبرا على أقدار الله جل في علاه، راضيا بأوامر الله وراضيا بتحكيم الله جل في علاه وراضيا بحكم الله جل في علاه. فالصبر مجلبة لمعية الله جل في علاه، فالصابرون هم الذين يحظون بهذه الفضيلة العظيمة ألا وهي معية الله، وهذه المعية معية خاصة للمؤمنين فقط، للصابرين فقط، معية الله جل وعلا معية التوفيق والتسديد والنصرة. أما في الآخرة فحسابه مفتوح، فحسناته تعظم وتكثر وترفع الدرجات وتكفر السيئات فيما لا يستطيع هو تصوره، لأن الله جل وعلا قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن أعظم الصبر الصبر على ولاة الأمور، لأن الفائدة والمصلحة العظمى بهذا، لأنه إذا صبر على ولاة الأمور واتسى به الناس لم يحدث خروج، لم تحدث ثورات، لم تحدث مفاسد يعني تسيل بها الدماء التي لا تتوقف بحال من الأحوال مع وقت الدعوة. الغرض المقصود هذا من أعظم مواطن الصبر، لذلك قال الإنسان الصبر ضياء، ثم بعد ذلك انتقل الإنسان وقال كأنه يقول وأعظم مواطن الصبر الصبر على ولاة الأمور، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يفعلون يفعلون، قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أي عليك بالصبر. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن رأى من أميره شيئا فليكره، يكره هذه المعصية التي فيها مخالفة لله ولرسوله، لكن عليه الصبر، عليك بالصبر على ولاة الأمور، كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع من هذه الحديث التي يعني تليت عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، فعليه بالصبر، لأن في الصبر كما قلنا من جات وعاد وضرء المفسدة العظمى التي تحدث بالخروج على ولاة الأمور. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن من مواطن النصح أيضا عدم الخروج على ولاة الأمور، الخروج على ولاة الأمور مفسدة أيما مفسدة،
كبيرة؟ أيما كبيرة، كما قلنا شلال الدماء لا يتوقف بحال من الأحوال بسبب الخروج على ولاة الأمور. أنت ترى المفاسد العظمى التي تحدث الآن في جميع البلاد في شتى أنحاء البلاد بسبب الخروج على الولاة. أنا قلنا ابتدأت هذه الفتنة الكبرى في مصر وسالت دماء بريئة كثيرة، وأيضا حدث فيها وعد للدعوة الإسلامية، وحدث فيها مظالم كثيرة جدا للصالح وللصالح بسبب هذه المفسدة والرعونة. وكنا كثيرا ما نجادل الناس ونبين لهم أن هذه خروج عن طاعة الله لنا في أولاه، خروج عن تأصيل الله وتأصيل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يسمعوا. وفي النهاية تراجعوا بعدما أفسدوا، تراجعوا. فهذه دلالة واضحة جدا على أن هؤلاء القوم وإن حسنت النوايا لكنهم أخطأوا لجهل فيهم، لجهل فيهم. ثم ذلك سنت بعد مصر الجزائر، سالت الدماء، شلال الدماء لم يتوقف، وأيضا سالت هذه الدماء البريئة الصالح والطالح، وحدث مفاسد عظيمة جدا لدرجة أن أهل الكفر والطغاة الذين يتجرؤون على الله ليل نهار يتهمون الإسلام وأهل الإسلام وشريعة الإسلام بسبب هذه المسألة. والآن مؤخرا في بلاد الإسلامية الآن يخرجون على ولاة الأمور أيضا بمجموعة وطائفة لها شوكة، يخرجون على ولاة الأمور يريدون تخريب البلاد بسبب هذه المفاسد. بسبب الخروج على ولاة الأمور تسببت في مفاسد عظيمة جدا، والأمة الإسلامية ما زالت الجراح تكون عميقة في الأمة الإسلامية. متى سنلتفت لأعدائنا؟ متى سنكون صرفا محضا لأعدائنا؟ نحن الآن فيما بيننا. ولذلك الإنسان لما دعا الله جل في علاه وقد استعاد بوجه الله ألا تستباح ضيبة المسلمين، الله جل وعلا أوقف الأمر وقياده على إيش؟ على شيء واحد، ألا هو حتى يستباح بعضهم بعض. إذا استباح بعضهم بعضا صلت الله عليهم عدوا من غيرهم فاستباح ضيبتهم. فمتى الالتئام والوئام والالتفاف؟ والله ما يكون ذلك إلا بالعلم. الغرض المقصود الخروج على ولاة الأمور مفسدة، أيما مفسدة كبيرة أيما كبيرة، كما قلنا لو لم تكن فيها مفسدة إلا استباحة الدماء البريئة لكفت، بل فيها وعد كما قلنا الدعوة ووعد أيضا ويعني انخراط الصالح والطالح في هذه المفسدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، في آخر حديث قال وألا ننازع الأمر أهله. هذا التأصيل العام، ألا ننازع الأمر أهله، علينا السمع والطاعة. قال وألا ننازع الأمر أهله، لكن ما سكت، قال إلا أن تروا كفرا بواحا. إذا قال كفرا ولم يقل ولم يسكت. النبي صلى الله عليه وسلم هذا دقيق جدا هذا الحديث، لأنه قال إلا أن تروا الكفرا ما سكت، لأن الكفر ممكن يكون كفر خفي وكفر إيش جلي، صحيح كفر خفي لا يعلمه إلا القليل من الناس، وهذا لا يمكن لا يعلمه إلا المجتهد الدقيق النظر. لا كفر خفي وكفر جلي. النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ يقول لا دعكم الكفر الخفي. الكلام هنا على أن أحد المسلمين يعلمون أن هذا كفر أوضح من شمس النهار. قال إلا أن تروا كفرا بواح لكم فيه من الله برهان، يعني دليل أوضح من شمس النهار على الكفر. واحد قام سب الله تصريحا، هذا الطفل الصغير يعرف أن هذا كفر. فالغرض المقصود قال فيه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. وأيضا فقال، وطبعا هذا الحديث وقف عنده علماؤنا وقفة عظيمة جدا، قالوا إذا الخروج على ولاة الأمور لا يصح ولا يجوز، يحرم وكبيرة من الكبائر، عظيمة من العظائم، لأن الرسول قال إلا أن تروا كفرا بواحا. قالوا واستثناها وقال كفرا وقيده أو وصف وصفا دقيقا كفرا بواحا. واتفق أهل العلم على أن إطلاق الرسول في هذا مقيد أيضا، يعني هنا إباحة الخروج على من كفر كفرا بواحا ليس مطلقا أيضا، مقيد باتفاق أهل العلم بمقاصد الشريعة، وهو أن لا يأتي بمفسدة أعظم باستباحة البيضة وتنتهي المسألة. فلذلك العلماء يقولون إذا أراد أن ينكر المنكر فأتى بمنكر أنكر من هذا المنكر فقد أتى وأثم عند الله جل في علاه، قد أفسد وما أصلح. أراد أن يصلح فلم يتخذ الوسيلة الصحيحة. لذلك العلماء قالوا حرام على من أراد أن ينكر المنكر بأن يأتي بمنكر أعظم منه، كما حدث في مصر الواقع الأليم المرير الذي عشناه. رجل يدخل في محل من الفيديو، الفيديو فيه ما فيه، قل لو فيه أفلام خليعة، لو فيه أفلام سافرة هذه مفسدة، لكن المفسدة الأعظم ما تفعل، يدخل فيهدم النادي الفيديو بأسره ويحرق فيه ويقتل من فيه، أو قل يضرب من فيه، وكما حدث واقعا. إيش اللي بيحدث بعد ذلك؟ الكل أي ملتحي متطرف،
اي ملتحي متطرف هي مسألة منتهية، لان ما في احد يتجرى على ذلك الا هؤلاء. طب الجميع الكل في ميزان واحد، حتى ولو كان معتدلا، وان كان سوي الفكر، وان كان رجلا لا يمكن ذلك ايضا معه، انتهى الموضوع، الكل في ميزان واحد. نهيك على بعد ذلك يقول اهل الكفر هذا هو الدين، دين قتل، دين تشريد، دين تطرف، دين دين دين، وفيه ما فيه من المفسدة. فالصحيح ان العلماء قالوا يحرم على من اراد ان ينكر المنكر بان يأتي منكرا اعظم من هذا المنكر فهو آثم عند ربي. فقيدوا قول السلام الا ان ترى كفرا بواحد، قال وايضا بمقاصد الشريعة نقيد الا ان تأتي مفسدة اعظم من الخروج الذي به تبديل هذا الولاد. فماذا يفعلون؟ يصبرون حتى يدع الله لهم فرجا ومخرجا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم يعني تدعون لهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. هذا الحديث احتج به بعض العلماء قبل ما هو الآن تلعنونهم علانية، قل والله من فعل ذلك فقد أساء، لأن نسلنا في آخر الحديث قالوا يا رسول الله نلعنونهم انتهى الموضوع، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا لا، هذه فيها دلالة واضحة جدا أنه أيضا تلعنونهم بالقلوب. فقال تلعنونهم ويلعنونكم، فقالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا ما أقام فيكم الصلاة، لا ما أقام فيكم الصلاة، لا ما أقام فيكم الصلاة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا من معصية الله جل في علاه فليكره ما يأتي من هذه المعصية ولا ينزعن يدا من طاعة، فليصبر على هذا ولا ينزعن يدا من طاعة. والحديث الثاني أعظم منه تفسيرا عندما قال صلى الله عليه وسلم إنما يستعمل عليكم أمراء فتعرفون منهم وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر بقلبي أو بلساني سرا على الأدب الذي تأدبنا به، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من راضي وتابع قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم مما نرى من المفاسد مما نرى من المنكرات أفلا نقاتلهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا. يبقى هنا في الحديثين أمرين جليلين، الأمر الأول لا ما أقاموا فيكم الصلاة، والأمر الثاني لا ما صلوا، هم أنفسهم يصلون وأيضا يقيمون فيكم الصلاة، وأنت لست ممن يرى ولي أمره في كل حين وآن يصلي، فإن رأيته في تارة في مرة في صلاة الجمعة يصلي فهو الذي طبق حديث الرسول لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي الرواية الأخرى لا ما صلوا. أما في الرواية الأولى قال لا ما أقاموا فيكم كتاب الله جل في علاه، لا ما حمل الناس بكتاب الله، قلنا ومن كتاب الله إقامة الصلاة، وإن قال بالتعارض قلنا نحمله على الأضعف. أقسم ما حد فهم شيء. طب إيش فهمت؟ واضح؟ طب اللي قال واضح يا طيب، بس أنا أقول كده ثلاثة الآن بقى ثلاثة، طيب هات عشان أنت تتناوم فنريد إيقاظك. نعم كيف؟ يعني ايش المعنى؟ ايش اللي انا اردت ان انا اقحم فيه الكلام في هذا الباب؟ مهم جدا. ليش؟ طب اسمع يا ايمن نشوف. دكتور ايمن ليش؟ طب وليش؟ نعم لا يا طبعا عند هذا الرجل تعال ها ايمن ما في خلاص ما يقال ايمن اعمال الدليلين هذا نفسره الان، لكن ارنا ما فهمناك اياه الان. الان ائتني بالفهم وبعدين ائتني بالاختراع الذي اخترعت به، فهم كيف؟ اتفضل. بس هكذا. طب يعني ليش انا قلت هذا؟ ليش تكلمت بهذا الحديث؟ ايوه لان كثير من الذين يتنصعون في هذه العصور يقولون نخرج عليهم لانهم نحوا كتاب الله جل وعلا. لا هذا الاصل انهم قالوا بهذا. ايش قالوا؟ قالوا بانه ترك كتاب الله نخرج عليه الان، ترك كتاب الله، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما قام فيه كتاب الله جل في علاه. قلنا لا، الحديث الثاني يبين لك ما قام كتاب من كتاب الله هو ايش؟ الصلاة. ولذلك قال ما قام فيكم الصلاة. فإن قلنا بالكلية فخير، وإن قلنا بالحمل لا نحمله إلا على الأضعف. يعني لو ترك كثير من الأحكام
وأقام فينا الصلاة وصلى بنا لخروج. يا رب يفهموا والله مسألة فاصلة ما أقدرش أفصل فيها أكثر من ذلك. مفهوم؟ يبقى نحمل على الأضعف لما؟ لأن المفسدة عظيمة بالخروج عوات الأمور، مفسدة أعظم مما تكون، لذلك نحمل على الأضعف. والنبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال على عرى الإسلام تنفك عروة عروة، صحيح ولا لا؟ قال وأولها كتاب الله، أولها كتاب الله وآخرها الصلاة. إذا نأخذ بالصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة ما صلوا لا ننبذهم، وهذا في الصحيحين وغيره في غير الصحيحين. لذلك إن أقاموا الصلاة يحسن بنا أن نقول قد أقاموا بنا من كتاب الله، ما نقول أقاموا كتاب الله لكن نقول أقاموا بنا من كتاب الله. فإن أقاموا بنا من كتاب الله فلا خروج ولا يجوز، وإن تركوا بعض الأحكام وحسابهم على الله جل وعلا. وهذا الترك، هل الترك مجبر ما مجبر؟ هذا تفصيل آخر وتفسير آخر، لكن نحن نتكلم على مسألة الخروج وحرمة الخروج على ولاة الأمور. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخلافة تكون في قريش. الخلافة هذه على منهاج النبوة، الخلافة على منهاج النبوة 30 سنة كما قال وسلم، على قال بداية الخلافة قال النبوة ورحمة ثم خلافة ورحمة. في رواية قال فيها وسلم نبوة ثم خلافة على منهاج النبوة 30 سنة ثم ملك عضود. فالخلافة التي كانت على منهاج النبوة رحمة على الناس 30 سنة دخلت فيها خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وستة أشهر من خلافة الحسن 6 أشهر، يعني الحسن دخل في خلافة النبوة، خلافة على منهاج النبوة. ثم خلافة معاوية رضي الله عنه وارضاه هي الملك العضود، ليست خلافة على منهاج النبوة، هي ملك عضود. الإنسان قال خلافة على منهاج النبوة 30 سنة خلفاء الأربعة، ثم على ذلك قال ملك عدو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلفاء من قريش فيها فضيلة عظيمة جدا لقريش. الفوائد المستنبطة من هذه الأبواب: فضل قريش على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في الخير وفي الشر، ففيها فضيلة عظيمة لقريش، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء القوم، ففضلهم قد ظهر بفضل النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. ومع ذلك إن قلنا بفضل النسب هنا نقول عند الله ليس التفضيل بتفضيل النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أفضلكم نسبا، وده كلام صريح جدا من السنة، صح؟ من المغفل الذي قال ذلك؟ لا، الإنسان قال إن أكرمكم عند الله، هذا حديث، هذا حديث آية، سواء تقول إن أنت رحيم فيه، لكن الحديث إيش قال فيه الإنسان؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، في رواية قال ولا إلى أعمالكم لكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية قال إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها وارضاها: يا فاطمة أنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، إلى آخر الحديث المشهور. الفائدة الثانية: الرحمة في التأسي بمنهاج النبوة، لأن الإنسان قال بداية الخلافة قال نبوة ورحمة ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة. فالرحمة إذا اتسى به المرء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قام أبو بكر خطيبا في الناس وعمر بن الخطاب قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم. لذلك ترى أن أبا بكر كان حزو القزة بالقزة بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تكلموا معه في جمع القرآن قال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء عمر بن الخطاب على فراش الموت وسألوه أن يستخلف قال إن استخلفت قد استخلف من هو خير مني، يقصد أبا بكر، وإن لم أستخلف لم يستخلف من هو خير مني وهذا أحب إلي، اللي هو إيش فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لم يستخلف علي بن أبي طالب، أخذ الرجل وهو يجلده في شرب الخمر قال جلد أبو بكر، جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80، ماذا قال؟ مهمة جدا، ماذا قال؟ ممتاز، لفض فوق هذا الذي أريده. قال وفي كل سنة، يثبت السنة المستقلة لأبي بكر ولعمر، قال وفي كل سنة وسنة النبي أحب إليه، اللي هي كام؟ مع أنه هو الذي أشار على عمر بجلده 80، لأن لما كثر شرب الخمر في عصر عمر استشار الصحابة فقال علي بن أبي طالب والله يا أمير المؤمنين من شرب الخمر هذية ومن هذية ذهب عقله هذية هذيان،
هدية، ومن هدية افترى، وحد المفتري 80 فجلده 80 فجلده 80، ومع ذلك لما استخلف هو وكانت الخلافة رجع عن قوله وقال سنة الرسول أحب، فجعلها 40 فجعلها 40. الفائدة الثالثة أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من وين هذه؟ من الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لولاة قريش إن هذا الأمر لا يزال فيكم وأنتم ولاته ما لم تحدثوا أحداثا. وهذا مصداق القول لا تعالى أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قد من الله عليهم بنعم ومنهم واشترط عليهم شروطا أن يحسنوا إلى الرعية، فإن لم يفعلوا أزيلت هذه من عندهم وقد حدث. الفائدة الرابعة من علامات النبوة قول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون هنات وهنات، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار ستجدون أو تلقون أثرا بعدي، وكل هذا حدث، كل ذلك حدث. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن البعيد قال بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين. كيف؟ أثر يؤثر الأمير يؤثر نفسه عليه، إذا جاء الخير يكون له ليس له، هذا معنى الأثر. نعم. الفائدة الأخيرة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا بخروج عيسى عليه السلام أنه قال ما زال هذا الأمر في قريش حتى يدفعه أو حتى ندفعه إلى عيسى بن مريم، وهذه فيها دلالة أيضا على أن عيسى بن مريم لا يحكم إلا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون تابعا، لذلك عده بعض العلماء من أنه من صحابة رسول الله، هو يعني في الأصل أنه تابع أنه يكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل رسول الله أعظم منه كان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل أعظم من أعظم منه قد أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. توافقون؟ من أعظم منه الذي يكون تابعا؟ موسى عليه السلام. من أعظم من أعظم منه؟ إبراهيم. من وين بقى؟ وين هذا؟ إن إبراهيم كان أمة. فين هذا؟ فين الاتباع؟ ها ها في الإسراء؟ لا لا لا، الآية صريحة، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم هذا للجميع ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم على ذلك وأخذتم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. وكانت ترجمة في حديث الإسراء أنه صلى بهم جميعا إماما بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وموسى لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب ويأخذ التوراة يقرأ فيها فقال له أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني صلى الله عليه وسلم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.